شوف شوف اجي نقول لك اجي نقول شوف سي الله يحفظك خويا الله يكبر بيك تو طبيعة الحال لأن مشاهدينا الكرام على المباشر راح نقل الشخص اللي غادي تشوفوه من بعد بأنه واحد شخص كيقول بأنه تعرض للعنف من أحد من مجموعة من الأشخاص في وسط المدينة. دخلوا رجال الامن ودخلت الوقايه المدنيه وتم النقل ديالو انتم كتشوفوا الى المسجلات المركزيه او الى مستشفى مولاي يوسف بمدينه الدار البيضاء بحضور رجال الامن. لكن الاشخاص اللي وقفوا معنا كيقولوا اشياء اخرى, كيقولوا بان هذا السيد ما تعرضش للعنف, هي محاوله لتضليل رجال الامن لانه هو مجموعه ديال الاشخاص كيقوم باعتراض السبيل ديال المراه في وسط المدينه. عموما رجال الامن واقفين, رجال الوقايه المدنيه حاضرين في اي تدخل ستشير الى حوالي الخامسه صباحا. كل شيء مجند من اجل حمايه هذا الوطن. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر مشاهدينا الكرام.